رد المظالم إلى أهلها، وهذا هو الشرط الرابع في شروط التوبة الذي يغفل عنه الكثير من الناس أو يتغافلون عنه أو يتجاهلونه، رد المظالم إلى أهلها سواء كان أهلها من المسلمين أو من غير المسلمين. إياك أن تسول لك نفسك أو يضحك عليك شيطانك أن غير المسلمين ممكن أن تأكل حقوقهم، لا سيما في أمور عمل، في أمور سكن، في أمور كذا، في أمور كذا، أو أن تغشهم أو أن تقدم أشياء مزورة حتى تتحصل على حقوق ومساعدات ليست من حقك. يعني كل هذه الأمور داخلة في هذا الإطار، دعوة المظلوم ولو كان كافرا ليس بينها وبين الله حجاب. يعني حتى نكون صادقين مع أنفسنا، الله عز وجل يقول لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. كفرهم وفجرهم الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسبهم عليه، لست أنت. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما رد المظالم إلى أهلها يكون للمسلمين أو لغير المسلمين.